النهارده يا جماعه معلش استاذنكم اثناء المحاضره في حد بس هيعمل لي ديليفري. انا بدات الريكوردنج اهو تيالي عايز اذنكم بس هروح ابيك ات اب واكمل ان 5 minutes during the lecture just عشان تبقى عندكم heads up يعني. طيب تعالوا نتكلم مع بعض دلوقتي بس هنشوف ازاي ممكن ندكلير arrays في سي شارب. بعد ما نشوف ازاي ندكلير arrays في سي شارب هنكمل الديتيلز بقى بتاعت الاوبجكت اورينتد بروجرامينج الكلاسز ازاي بتشتغل في سي شارب وهكذا. اوكي احنا شفنا الاسبوع اللي فات لما تيجي تديكلير اري فور اكزامبل لو عايز تعمل اري اوف انتجرز والاري اوف انتجرز ده مثلا فيها لايك 10 elements او وات ايفر شفنا الاسبوع اللي فات ان وات يو دو از يو رايت ات لايك ذس مثلا. اوكي يبقى انت كده بتعرف الاري بتاعك في 10 integers. بعد كده لما تيجي تستخدم الاري اللي موجود عندنا ده بتيجي تعمل ايه؟ بتقول كاتب في الكود بتاعك. I think we covered this last week in just revising. Int, same new int 10, and that is how we declared the array. الطريقه اللي احنا شايفينها قصادنا دي يا جماعه الطريقه الموجوده فوق دي is how to declare an array of basic data types or of built-in data types. اوكي البيلتن داتا تايب زي الانتس والفلوتس والكلام ده والحاجات اللي اوريدي بيلتن في سي شارب. هنشوف كمان شويه مش دلوقتي حالا بس كمان شويه في اللكتشر بعد لما نكفر الكلاسز ان لما نيجي نستخدم يوزر ديفاين داتا تايب زي كلاسز طريقه الديكلاريشن بتاعت الاري هتختلف السنه. اوكي خليكم الامبورتنت تيك اواي اللي تاخدوها لغايه دلوقتي ان all user defined classes are essentially pointers. Okay? This is the important takeaway تاخدوها لغاية دلوقتي عشان هتشرح لك يعني بوضوح ايه الاختلاف بين declaring the array of basic data types و declaring the array العادية اللي احنا متعودين عليها. Okay شباب we are now ready to define classes. احنا كنا قلنا الاسبوع اللي فات ان الكلاس هو ال basic data structure الموجودة أو ال basic organizational structure الموجودة في C sharp وفي كل object oriented programming languages. تعالوا نفتح text pad عشان برضو أكتب لكم كلام تبقوا شايفين الاثنين مع بعض. تعالى أعمل لك share screen معلش أغير screen بتاعتي new share share desktop. Okay تالي كده you can now see both الحاجات اللي موجودة عندنا. Okay new document. طيب تعالوا نشوف ازاي ممكن نعرف class. Again a reminder what is a class? A class is the basic representation mechanism for object oriented programming language. Okay what is a class? تعالوا نكبر الفونت شوية عشان تشوفوها. لا دي صغيرة تعالوا نكبرها اكتر. Okay what is a class? A class is a basic, the basic organization. Okay, structure of OOP, object-oriented programming languages. Okay, now what does it represent? Yani, what does it actually represent? Okay, L class. Represents a thing, shape that is being manipulated inside a program. Thing, okay? And shape, it's a Google program. When you design a program, you need to decide what things are in the program and design a class for each of these things. تعال ناخد example. لو جيت انا قلت لك لو سمحت عايزك تكتب program يمثل الاكاديميه اللي احنا فيها.
ايه هي الثينجز، ايه هي الاشياء اللي في الاكاديميه؟ مين يقول؟ ممكن مثلا عندي students. Perfect. اول شيء هو thing في student. اي thing؟ مثلا classes. Teachers or professors. Yes. Teachers. اي thing؟ Employees. Employees. اي thing؟ ممكن مثلا الناس في الاي تي مثلا. ده employees. غير الاشخاص في اي تاني؟ في اي اشياء تانية في الاكاديميه؟ بقدر اتمثل الاكاديميه كلها بقى، بروجرام مثلا كمان يعمل كل حاجه في الاكاديميه. ايه الاشياء الثانيه؟ كورسز. ايه تاني؟ ايه رايك؟ رومز صح؟ قاعات صح؟ Very good. So what you need to do is whenever you write a C sharp program or any object oriented program, اول حاجه تقعد فيها انت وانت بتبرينستورم كده او انت قاعد مع كلاينت تقول له لو سمحت قول لي ايه هي الاشياء اللي موجوده عندك، ايه هي الثينجز اللي موجوده عندك في البروجرام، وتعمل ليست بالثينجز اللي موجوده. ده الفيرست ستيب. اهو اكزامبل هنا. سم اوف ذا ثينجز ان ذا اي اس تي مثلا. اوكي طيب بعد لما تعرف الثينجز دي بتعمل ايه؟ يو ذن نكست ستيب يو نيد to decide what data represents each of these things. Okay? يبقى الخطوة اللي جاية، الخطوة اللي جاية بعد لما أنت حددت إيه هي الأشياء الموجودة عندك في البروجرام، الخطوة الجاية طب إيه هي المعلومات اللي بتوصف بتريبريزنت بتوصف الشيء ده؟ This is a very important step. تعال نشوف مع بعض. For example, student. What are ايه المعلومات اللي بتوصف student؟ معلومات توصف student، سامعيني يا شباب؟ ال ID مثلا. ID definitely. ايه تاني؟ name. department او college. perfect. name او department او college. ممكن سيزنك اكتب department و college essentially because they're two different things. college of engineering, computer engineering department. مثلا. okay. Eating. Old age. Age, مثلا. Okay. There are, of course, other information, gender, GPA, blah, 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 blah. But you need to identify ايه هي الداتا اللي بتمثل كل شيء من الاشياء دي، يعني هتمثل كل شيء من الاشياء دي، كل واحده من الحاجات دي، وتعرف ايه اللي بيمثلها. خلي بالك انا ما اعرفش انا قلتها ولا لا ضمنين. بس انا المفروض اقولها، يعني كل واحده from من الاشياء اللي موجوده دي يبقى ليها class. you will write a class for each. ده الهدف، انت بتidentify ايه هي الاشياء عشان تعرف الكلاس. طيب بعد لما بتعرف ايه هي الداتا، ايه هي المعلومات اللي بتوصف او describe الشيء ده، هتعمل ايه بالمعلومات دي؟ بص دي بقى. for each of these you will define a suitable data type or data structure, including يعني variable يعني, to store this information inside the class. يبقى الخطوة الثانية بعد لما تعرف ايه هو الشيء الموجود عندك بتقول ايه هو اللي بيوصفه. خلي بالك بص الكلمة اللي انا بقولها، اللي بيوصفه، الانفورميشن اللي بيديسكرايب الكلاس ده او الاوبجكت ده او الشيء ده، ولكل جزء من الانفورميشن هتعرفه. فور اكزامبل الاي دي ممكن يبقى، فور اكزامبل مثلا اهو ممكن يبقى string على اساس ما تعملش عليه عملية حسابية، ممكن تعمله انت بس انا مش عايز اعمل ايه بلس وماينس. ممكن اعرفه كسترينج، النيم كسترينج، الديبارتمنت مثلا كسترينج، مثلا الكولج كسترينج، الايج مثلا كانتجر، وهكذا. خلي بالك ان الداتا تايب او النوع بتاع الفاريبل ده مش لازم يبقى سيمبل. انت ممكن توصف شيء بكلاس تاني، يعني ممكن توصف كلاس بكلاس تاني. هنشوفها دي كمان شويه. الداتا تايب اللي انت بتعرفه هنا can be as complex as you like. المهم ان يبقى فيها enough information توصف الشيء الموجود. طيب عملنا دلوقتي الجزء الاولاني، الخطوه الاولى بتاعت الكلاس، اللي هو اتفقنا ايه هي
الداتا اللي بتوصفها وعرفنا لها variables. طب تعمل ايه تاني؟ next you need to decide, بص دي, what operations you need to perform on this or each thing اللي هو class يعني. اديني مثال العملية محتاج تعملها على طالب. اديني مثال العملية operation تعملها لطالب. انت كطالب ايه العمليات اللي بتعملها؟ Come on guys, دي سهلة. انت كطالب ايه العمليات اللي بتعملها؟ ايه العمليات اللي بتعملها ليك؟ ممكن مثلا جي بي اي مثلا. Calculate جي بي اي. خلي بالك مش الجي بي اي نفسه, لا ده الكالكوليشن بتاعته. ايه تاني؟ ما دي عملية حسبة. انت بتجيب الكورسات وتضرب في عدد الساعات وتقسم على عدد الكريدت اورز وهكذا. ايه تاني بعمله للطالب؟ register courses مثلا. برافو عليك, register courses دي بعملها للطالب. اوكي okay؟ وهكذا لكل كلاس من الكلاسز, لكل شيء من الاشياء دي انت بتشوف ايه العمليات الاوبريشنز ان انت محتاج تعملها. بص بقى دي, for each of these operations you will write. ايه رايك ايه اللي بيعمل عمليه في الكود؟ ايه الكودنج انتيتي اللي بتنفذ اوبريشن معينه والاوبريشن ده بس؟ لا come on. طب انا اديكم هنت, لو قلت لك عايز اعمل حاجه تعمل عمليه بتكالكوليت الاريا يبقى انت تكتب ايه؟ بس فانكشن او ميثود. فانكشن او ميثود. يبقى for each of these operations you will write a function to implement the operation. بص دي بص دي inside the class. Okay, so we have a complete picture دلوقتي في object oriented programming what you need to do. اول حاجه لما انت بتقعد بتشوف انت عايز تبرمج ايه, ايه الديزاين اللي انت عايز تعمل, وتقعد كده مع الكاستمر بتاعك او مع نفسك تشوف ايه هي الاشياء اللي موجوده جوه بروجرام, ايه هي الاشياء اللي انت هتمثلها في الـ في الـ في الكود اللي انت هتبيعه ده, طلبه, تيتشرز, امبلويز, كورسز, روم, زي ما احنا قلنا في الاي اس تي. بعدين هتاخد كل شيء على حده لوحده هتعمل فيه حاجتين. معلش يا جماعه ادوني 2 seconds 2 seconds يجي لكم 2 seconds. انا اسف على التاخير يا جماعه. اوكي يبقى اول حاجه اتفقنا مع بعض بنشوف ايه هي الاشياء اللي بتوصف ايه things, الاشياء اللي بتوصف الشيء ده الكلاس, بتعرف variable ليه, لكل واحده بتعرف suitable variable. طبعا في الديزاين بتاعك انت بتحدد مع الكاستمر او مع نفسك زي ما انت عايز, I don't know البروسيس بتاعتك كده, يوجوالي مع الكاستمر يعني حدد ايه هي الاشياء, بالذات لو كانت حاجه غير تقليديه تكتب برنامج للبورصه او وات ايفر فانت مش عارف ايه هي بتمثل الثينجز بتاعتهم. وبعدين انت مع نفسك بقى تحدد التايبس وتعرف فاريبل لكل شيء بيوصف الحاجه دي. بعدين بتقول ايه هي الاوبريشنز اللي موجود عندي. بعد ما تعرف ايه هي الاوبريشنز اللي موجود عندك بتكتب فانكشن او ميثود. خلي بالك ان في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج ال functions احنا بنسميهم methods. Functions are called methods in OOP. انت مش محتاج تعرف النظري, انا متفق معاك بس عشان تبقى عارف. في ال object oriented programming we rarely say, من النادر بنقول function, بنقول method. بس انا هستخدم نفس التسمية function عشان احنا متعودين عليه, بس في ال OOP اسمها methods. طيب بعد كده مين يتوقع ايه اللي بقى الجزء الاخير عشان البروجرام بتاعك ده يشتغل ويبقى منتج وتبيعه؟ ايه اخر حاجه محتاج اعملها؟ انا وصفت كل شيء بالديتا بتاعته والحسابات بتاعته, بعد كده اعمل ايه؟ اعمل تيست. بيرفكت,
write a main program. طبعا انت استاف الاخر that uses all of these classes to an implement the logic of the application. اخر حاجه typically the main program will also be a class typically. اي object operating object oriented programming language ال main program في حد ذاته بيبقى class تاني. يبقى انت عندك مجموعه class مجموعه classes. The classes توصف الاشياء اللي بتمثلها في البروجرام والعمليات اللي بتعملها عليها. بعد كده عندك المين بروجرام. المين بروجرام بتاعك او المين كلاس بتاعك بيبقى كلاس مستقل في البيزنس لوجيك، في اللوجيك بتاع الابلكيشن. لو انت عايز تعمل ايه بقى؟ ما انت عارف تحسب في عندك فانكشن بتكلكليت الجي بي اي، امتى تستخدمها؟ امتى تستخدمها؟ دي في المين بروجرام او في البروجرام اللي بيستخدم الكلاسز. That is a simple way of doing it. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده for a very simple example. يبقى simple example. Write a C# program that represents circles. اللي فالك خلي بالك انا في بداية المحاضرة قلت لك ازاي بتعرف arrays وقلت لك هتختلف في ال user defined types. خليك فاكر حتى دي عشان هستخدمها كمان شوية، انا قلتها لسبب يعني. Okay, and can be used, okay, can it represent circles? أول حاجة, use the program to calculate the following. أول حاجة, أول step دي هنعملها لسه في ال, ده أول example هناخده. Read the radius of a circle and calculate its area, mass, and perimeter, of circumference. It means read the radii of two circles and calculate both their areas and perimeters. واخر حاجة, read info of مثلا 10 circles and calculate the average area. مثلا انا بديك بس مثال حتى الاخيره دي عشان اوريك ازاي تعمل الاري. يعني الهدف من الحته الاخيره دي السؤال الاخير ده او الجزء الاخير ده عشان اوريك الحته اللي انا بداتها في البدايه لما كنت بشرح في الكود الاول لما قلت لك في طريقه ديفايننج ان اريز وخليك معايا عشان اوريك الطريقه المختلفه شويه في اليوزر ديفاين تايبس دي اللي هوريها لك دلوقتي. طيب نبدا بالديزاين بتاعنا. What are شيل البولد. What are the things in this program? ايه الاشياء الموجوده عندي هنا؟ في المثال ده. عندي radius. طبعا thank you for saying this, but radius is not a shape. ايه هو الشيء اللي موجود عندي في البروجرام؟ زي student وال teacher. A circle ما عنديش. Circle ما عنديش غير كده صح؟ يبقى circle is the only thing in this program. Yeah, isn't we will define surprise two classes. W2 مش one. One for the circle, one for a calculations. Calculations is our main program to implement the business logic. طبعا مش business logic انا بحسب circle بس يعني هي دي الكلمة صح. فانت كده هت implement two classes. واحدة منها هتبقى فيها الدائرة بالحاجات بتاعتها كلها. تاني حاجة هتعملها هتعمل main class. وطبعا main class already جاهزة لك. انت لو بصيت هنا انا اعمل share screen. انتوا شايفين انا بعمل ايه صح؟ شايفين كل الشاشة بتاعتي ولا في حد مش شايف؟ طب حلو. لا تمام. Perfect. انتوا لو بصيت هنا هتلاقوا في class جاهزة. ده this is شايف the class اللي اسمه program ده. This is the main class to implement our business logic.
اوكي احنا نعمل بالاضافه للكلاس دي كلاس بتاعت السيرفر بس الكلاس هو جاهز انت في السي شارب في الفيجوال ستوديو لما انت بتكريت نيو بروجكت هو اوتوماتيكلي بيعمل لك الكلاس اللي فيها المين بروجرام بتاعك اللي فيها البيزنس لوجيك بتاعك تاني يعني ايه بزنس لوجيك الكلمه اللي برميها دي كل شويه اللي هو بينادي بقيه الكلاسز بيجيب بقيه الكلاسز ويستخدمهم بطريقه تطلع الاوتبوت اليوزر عايزه هو ده الهدف تطلع الاوتبوت اليوزر عايزه فطريقه دمج الكلاسز بطرق مختلفه عشان اطلع الوظيفه اللي انا عايزها ده في المين بروجرام ده المين كلاس لكن كل شيء من الاشياء الموجوده عندي ليها الكلاس بتاعها المستقل طيب نرجع تاني ناخد الستبس بتاعتنا فيرست ستيب يلا What describes a circle? It'll be described circle. Register. Radius بتاعها Perfect. Radius. وفي الحالة دي عشان بعمل calculations بس مش بعمل حاجة تانية. This is the only thing that will describe this circle. Okay, عشان بعمل calculations بس. طب افترض عايز ارسمها. ايه الحاجات التانية اللي ممكن اوصل بيها circle? عايز ترسم حاجة؟ لا قول لي يا باشا. ارسمها بلون ايه مثلا؟ لون ايه برافو عليك. لون ايه ده هتبقى لو السيركل دي هدف من الاهداف بتاعتها ارسمها في الاخر يبقى من الحاجات اللي هتوصفها اللون بتاعها. يبقى الراديوس واللون بتاعها. في الحالة دي كنت هتعرف او هتقول ان في عندي حاجه تانية اسمها كولر وبرده لو انت بترسمها انت هترسمها بخطوط طب الخط تخنه قد ايه لاين ثيكنس دي كانت هتبقى حاجه برده هتوصفها وانت بتحاول تحدد هتوصف الدايره ازاي لازم تبقى عارف في ذهنك انت هتعمل بايه بالدايره دي اوكي لو اتس جوينج تو بي درون هتبقى عندك شويه حاجات اضافيه بتوصفها لونها ومثلا تخن اللاين طب ايه تاني غير لونها وتخن اللاين لو هترسمها ترسمها عشان ممكن الباك جراوند مثلا بتاع اللون بتاع الباك بس دي مش خاصه بالسيركل صح دي خاصه ده شيء تاني لا ايه الخاص بالسيركل ايه اللي ممكن اقول قول محمد ممكن الابعاد بتاعتها يا دكتور الابعاد بتاعتها اللي هي الاكس والواي بتاعتها برافو عليك بس انا سلمك هي مش الابعاد بتاعتها هي اللوكيشن بتاعها صح لو كنت قصدك كده اللوكيشن اللوكيشن مكانها على الشاشه ما دي حاجه خاصه بالدايره دي حاجه خاصه بص اللي بيتحط في الكلاس بتاع الدايره فقط الخاص بالدايره فمكان الدايره ده خاص بيها اوكي فده كان هيتخزن برضه بالاضافه للسيركل بالريجيس ده بس احنا دلوقتي كل هنعمله هنعمل calculations يبقى radius فقط طب تعالوا نشوف الخطوة الجاية خلاص انت حطيتها okay what is the type of this variable في رأيك يبقى ايه عشان ما هنعرفه بقى ده variable نوعه يبقى ايه الريجيس فلوت دبل فلوت او دبل اي لايك دبل فور سم ريزن تبقى سهل في الكالكوليشنز والبريسيجن بتاعتها اعلى فانا هعملها دبل طيب يبقى ذاتس ذا فيرست ستيب حددت ايه اللي بيوصف الدايره بتاعتي وبعد ما حددت ايه اللي بيوصف الدايره بتاعتي حددت نوعه هيبقى شكله ايه لو في الحاله دي دبل طب سكند ستيب وات ار ذا اوبريشنز ذات ويل بي بيرفورمد on the circle or the circle day. Ail operations line. Area. Area. Should calculate the area. Wait any. Perimeter. Perimeter. Perfect. طبعا لو انا كنت هعمل حاجه ثانيه زي ارسمها يبقى فيها وظيفه ثانيه اسمها draw. وظيفه ثانيه اسمها erase عشان تمسحها. كان هيبقى في وظائف ثانيه، كان هيبقى في operations ثانيه. لكن ال operations اللي انا عايزها هي فقط ال area وال perimeter. يبقى دلوقتي we will design a method اللي هو يعني function for each of these operations. حد عنده اعتراض في اللي انا بقوله ده؟ Very good تعال نكتبها اهو second lecture عشان ابعت لكم المحاضرات دي. Okay CC319. Okay طيب تعالوا نرجع للكود بتاعنا نبتدي نعرف الكلاس بتاعتي طب بعرف الكلاس ازاي؟ باجي قبل المين بروجرام بتاعي بكتب كلمه كلاس بعد كده اكتب سيركل هوريك كمان شويه واحنا بنشتغل طريقه مور سوفيستيكيتد عن كده بس فور ناو ذس از اوكي
هتكتب class circle. هكتب td جوه class circle. ادي classify this is, this is the user, او these are بقى, these are the user defined classes in my application. Okay. طيب اول حاجه نبتدي نعرف الفيربس. هستاذنك لغايه دلوقتي احنا كل اللي احنا بنقوله يعني ميك سنس ومنطقي ولوجيك واحنا عارفينه قبل كده. الحته اللي جايه دي ممكن تبقى غريبه بالنسبه لكم شويه. وانا بعرف الفيربل, ركز على الكلمه دي, وانا بعرف الفيربل انا لازم احدد الفيزيبيليتي بتاعت الفيرب. اكتبها اهو, when defining a variable in C sharp and object oriented عامه, you need to specify its visibility. ايه ال visibility دي؟ ايه اللي عمال اقوله ده؟ ال visibility دي يا جماعه معناها ال variable اللي انا بعرفه ده متشاف فين؟ هيتشاف فين؟ اوكي؟ الطريقة الأولى دلوقتي وأنا بتكلم معاك, أنا هخلي كل الناس تشوف الـ variable عشان كل الناس تقدر تغير فيه وأعمل الـ calculations بتاعتي, بس ده مش أحسن طريقة, وكمان شوية هوريك إيه أحسن طريقة. بس نبدأ بالحاجة سهلة. أوكي؟ يعني static أو dynamic؟ Not really. Static أو dynamic هي الـ lifetime, الـ scope بتاع الـ variable. الـ static هي بتبقى sort of like fixed value تتشاف across function calls. الديناميك تتغير مع function call. لا, الفيزيبيليتي اللي هي الببليك او برايفت. ببليك او برايفت بالظبط كده, ببليك او برايفت, يعني بتتشاف فين الفيربل, بيتشاف فين. هكتب حاجه هنا برضو للناس اللي عندها باك جراوند. ديفولت فيزيبيليتي از اولويز برايفت. اوكي, الديفولت فيزيبيليتي, الفيزيبيليتي لو انا ما حددتش الديفولت فيزيبيليتي برايفت. يعني ايه برايفت؟ يعني ما حدش بره الكلاس يشوف الفاريبل ده. Nobody outside the class can see the variable directly. ممكن تقول دي ملهاش لازمه, actually هي انسب طريقه, بس انا هنمشي خطوه خطوه. اوكي, يبقى اول حاجه وانا بعرف الفاريبل بتاعي لازم احدد الفيزيبيليتي بتاعتها, والديفولت فيزيبيليتي الفيزيبيليتي باي ديفولت بدون ما انت تحدد هي برايفت, معناها مفيش حد بره الكلاس بيقدر يشوف الفاريبل ده, ما اقدرش اشوفه بره الكلاس. طيب انا عشان بس اسهل برنامج اللي انا بكتبه اول مره معاكم, احنا اول مره بنكتب حاجه زي كده, فانا هخلي الفيزيبيليتي بتاعتها public. شوف كتبت public. طيب يعني ايه public؟ يعني كل الناس public. public زي كلمة ال public في الانجليزي, يعني كل الناس بتقدر تشوف ال variable ده. انا هخليها كل الناس تقدر تشوفها عشان اقدر استخدمها دلوقتي بسرعة, بعدين هوريك كمان شوية لو يعني الوقت سمح لنا. لا, احنا المفروض نخليها private ونوصل لها عن طريقة تانية, بس دلوقتي خليها public. اكتب public كده, نوع double radius. اوكي, شفتوا شباب اهو الايه الفيربل بتاعي. لو انت ما كتبتش public دي, لو دي مش موجوده, يبقى الفيزيبيليتي بتاعتها ايه؟ لو كلمه public private زي ما احنا قلنا من شويه. برافو عليك. الديفولت بتاعي is private, nobody sees it. Very good. طيب تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي. خلاص عرفنا الفيربل الموجوده, وكان عندنا فيربل وحيد, فوي ار دن. نقدر نكتب الفانكشنز او الميثودز بتاعتنا. برضو الميثودز ليها فيزيبيليتي. الفيزيبيليتي بتاعت الميثودز حاليا برضه هدي لك اثنين, يا public يا private. هو في حاجه ثانيه اسمها protected هقولها لك كمان شويه, بس public او private. وتيبيكلي بنعملها بالطريقه دي. لو الفانكشن اللي انت بتستخدمه عايز تستخدمه لحسابات داخليه intermediate calculations عشان تساعدك في تنظيم الكلاس بتاعك بدون ما تعرضه للمستخدم بتاع الكلاس ده, هتخليه private. لو الفانكشن دي انت عايز تاكسبوز, عايز تديها لليوزر عشان يستخدمها, هتخلي الفانكشن دي public. هنا الاثنين فانكشنز اللي انا بكتبهم هي صدفه, او مش صدفه, يعني هي طبيعه معظم الفانكشنز طبيعتها كده. الفانكشنز اللي انا بكتبها دلوقتي انا عايز اليوزر يستخدمها, انا عايز اليوزر يحسب الاريا, وعايز اليوزر يحسب البريمتر. فالاثنين فانكشنز اللي هكتبهم دلوقتي
هم public خلي بالك. Okay, لكن sometimes you need to do some calculations internal بس. For example, أدي لك حاجة. خليك فاكر المثال بتاع الطلبة. عشان أحسب الجي بي اي أنت بتعمل إيه؟ ألو؟ سمعني؟ credit hours. بتجمع credit hours الأول صح؟ one of the steps بتجمع credit hours واحدة منهم. طيب عملية جمع credit hours دي وظيفة، أنت ممكن تكتب لها function يعدي على array بتاعت الساعات ويجمعهم عشان حسب الساعات بتاعت الترم ممكن ياخد 2 credits أو 3 credits أو whatever. أسألك سؤال، هل أنت محتاج اليوزر اللي بره يشوف وأنت بتجمع عدد ساعات الطالب في الترم؟ لا مش محتاج يا دكتور. يبقى خليها ايه؟ private عشان دي is an internal calculation، حسبة داخلية ما تخصش مستخدم الكلاس. مستخدم الكلاس مش عايز يعرفها، مش عايز يعرف انت ازاي بتعمل الطبخة، هو عايز في الاخر الاكل يجيله. اوكي، هو مش عايز يعرف ازاي انت بتحسب الجي بي اي، بس انت جوه بتعملها على كذا خطوة، كل خطوة من الخطوات الداخلية دي هتعملها برايفت لغاية لما تيجي اخر function هي calculate جي بي اي، ودي اللي هتستخدم كل بقية الفانكشنز عشان تعمل حسبتها. الفانكشن دي تبقى visibility بتاعتها ايه؟ private. اخر واحدة كان في جي بي تبقى public صح؟ انت قلت public ولا انا سمعت غلط ولا قلت private؟ لا اذا الجي بي كانت تكون عندنا private. ال calculate ال اوكي سو calculate جي بي اي مش اليوزر بره الستودنت هيستخدمها عشان يحسب الجي بي اي بتاع الطالب ولا لا؟ طيب يبقى تبقى الـ visibility بتاعتها ايه؟ public. طب ايه اللي يبقى الـ visibility بتاعته private؟ في المثال اللي انا لسه قايله ده عشان لسه قلت شوية في حاجة بتجمع الساعات مثلا الـ array مثلا تجميع ساعات، تجميع اللي هو اللي بيمشي loop يعمل addition، ممكن تحطها في function لوحدها صح؟ انا لخبطتكم ولا انتوا ماشيين معايا؟ طيب الكالكوليشن هي بتاع تجميع عدد الساعات دي برايفت، ضرب ده برايفت، لكن الفانكشن نفسها اللي بتحسب الجي بي اي وترجع الجي بي اي بره دي بابليك. ليه؟ ان المستخدم بتاع الكلاس هو عايز يحسب الجي بي اي هو هينادي كالكوليت جي بي اي بس دي تبقى بابليك. لكن كل بقيه الفانكشنز اللي بتعمل سب كالكوليشنز كالكوليشنز داخليه بيس اوف ذا كالكوليشن دي كلها تبقى برايفت. في حد مش فاهم دي؟ طيب حتى لو دلوقتي it's not perfectly obvious ادوني فرصة هقولها لك في مثال تاني بس هكتبها على الكمبيوتر عشان تبقوا فاهمينها معايا. ماشي يا شباب يلا اهو نكتب public، هنكتب الكلاسز الفانكشنز بتاعتنا دلوقتي public. طب typically اي function من functions في العالم بعد لما visibility طبعا مش موجودة في التقليد بس انا بحط ال visibility بعد كده بحط ايه في الفانكشن؟ اول حاجة بعملها في الفانكشن العادية بعرف ايه؟ فانكشن ده يا شباب ممكن تعرفوها التايب بتاعها الريتيرن تايب. طيب تعال نعمل الاريا في الريتيرن تايب بتاع الاريا يبقى دبل. اوكي بعد كده اسمها، بعدين مين يقول لي في الفانكشنز التقليديه بعد ما بعرف اسمها والريتيرن تايب كنت بعرف ايه البارامترز اللي هتدخلها؟ برافو عليكم كلكم يا شباب البارامترز. خد مني الصدمه دي، في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج typically غالبا ما نبعتش parameters غالبا، يعني في use cases هتبعت parameter بس غالبا ما بتبعتش parameter. مين حد يقول لي ليه؟ هو ايه parameter اللي كنت بتبعته للاريا اصلا؟ انا already معرف parameter اللي هتاخده في الكلاس. ماشي برافو عليك. typically انت لما تحسب الاريا انت بتبعت لها radius، فكنت بتبعت الradius للfunction عشان في الطريقه القديمه بتاعه البروجرامنج اللي هي ستراكشر بروجرامنج كانت الفانكشن والقيمه مفصولين عن بعض صح؟ انت كنت ممكن تعرف الريدز ده اسمه اكس او واي او دبليو وتبعته لها هتشتغل مفصولين عن بعض تماما. لكن في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج يا باشا انت حاطط الريديوس اهو شايفه؟ اهو ده بص اهو انت حاطط الراديوس بتاعك جوه نفس الكلاس اللي فيها الاريا، هي اوريدي شايفاه الفانكشن اسمها اريا اوريدي شايفه الراديوس، انت مش محتاج تبعته لها عشان الراديوس والفانكشن اللي اسمها اريا الاثنين جوه نفس الكلاس اللي اسمه سيركل.
But that one of the major differences between object-oriented programming and structured programming language. Typically, خلي بالك من الكلمة دي. Typically, مش عايز أقول always. Typically, ما بتبعتش parameters للfunctions. عشان معظم ال parameters هي already موجودة في نفس الكلاس. Okay, إلا لو كنت بقى أنا آسف. إلا بقى لو كان private. ده سؤال تحفة. عبد الله صح عبد الله سأل السؤال ده؟ عبد الفتاح سوري عبد الفتاح سأل سؤال حلو قوي قال لي طب لو كان برايفت برضه مش محتاج تبعته كلمه برايفت يعني ما بيتشافش بره الكلاس ما بيتشافش ها بره الكلاس لكن استاذنك الفانكشن اسمها اريا جوه الكلاس ولا بره الكلاس جوه اوكي اللي مش هيتشاف اللي هو برايفت انت ليك حق برايفت هيخليها ما تتشافش في حته طب فين الحته اللي مش هتتشاف فيها دي بره الكلاس اديني هنا في اللي انا كتبته ده قول لي في اللي انا كتبته دلوقتي انا عملت سكرول داون عشان تبقى شايف الدنيا فين هنا بره الكلاس سيركل هنا في اللي انا كتبته ده ايه اللي موجود بره الكلاس سيركل اللي هو الكلاس بتاع البروجرام الكلاس بتاع البروجرام المين بروجرام فانت لو عرفت الريديس برايفت مش هتعرف توصل للريديس من جوه المين بروجرام لكن جوه الكلاس سيركل شايف مفيش مشكله بابليك هتقدر توصل للفاريبل اسمه ريديس من جوه كلاس اللي اسمها سيركل ومن جوه المين بروجرام شوفوا من اي حد اوكي مفهومه دي طيب بيرفكت هو حطيت لي خط احمر في الكود بتاعي عشان انا لسه ما عملتش ريتيرن يعني ما دام انت كتبت ريتيرن تايب هو متوقع تكتب ريتيرن لو ما كتبتش ريتيرن فهو زعلان تعال نكتب له ريتيرن اهو هدخل جوه اقول له ريتيرن ابتدي احسب الحاجه بتاعتي radius times radius اللي هي squared plus دي times pi ممكن تكتبها وفي class already جاهزة عندك C sharp جواها pi اسمها math okay تكتب math dot pi هيطلع لك ال pi دي built in okay class اسمها math دي built in بس أذنك ال pi دي عبارة عن ايه من جوه class عبارة عن ايه constant okay it's a constant a variable بس متعرف كconstant هوريك ازاي تعرف constant variables كمان شوية طيب احنا كتبنا كده الكود بتاع ال area تعال نكتب الكود بتاع ال circumference او ال radius يعني ال perimeter هو ماله ده بعدين كده اهو public double perimeter ونفتح الكود ونقفله return 2 pi r 2 times math dot pi times radius. Okay, done. يبقى انت كده كتبت الكود بتاع البريمتر وكتبت الكود بتاع الاريا. You are ready to begin using this class. هندخل في المين بروجرام ونبتدي نستخدم الكلاس. اهو استاذنك هيجي هنا. We are now ready to use the class. سؤال how? Okay. ال class اللي انت عرفته فوق ده يا باشا the user defined data type. اديني مثال لطريقة كنت بتعرف فيها او حاجة structure او شيء كنت بتعرف بيه user defined data type في C. ما خدتوش غير حاجة واحدة بس بتعمل كده. يعني أنت بتعرف النوع بنفسك. Struct. قول. Struct تقريباً مش بالظبط. Struct بالظبط كان structure user defined type. عشان كده كنت بتكتب قبلها في one of the formats type def لو أنت فاكر. Type def يعني define a new type. طيب فكرني بقى من ايام الستركتشر او حتى بدون ايام الستركتشر لو انت بتفكر بالمنطق هو انا لما بعرف تايب بعمل ايه بعد كده بالتايب؟ يعني عندك تايب زي انتجر بتستخدم الانتجر ازاي؟ بتخلق منه ايه عشان تعرف تستخدمه؟ بعمل منه اوبجكت بعمل منه اوبجكت بعمل منه variable. So the first step to using a class is to create a variable of this class type. بص circle my او بلاش خليها ايه كده؟ You have created a variable
of type circle. أستأذنك. إحنا قلنا إن النوع الجديد اللي أنت خلقته فوق ده، النوع اللي أنت خلقته فوق ده اسمه class. الفاريبل اللي أنت خلقته هنا ده إن من نوع class، ده بيبقى اسمه في Object Oriented Programming Object. يبقى في المثال ده مين الأوبجكت؟ الأي هي الأوبجكت. الأي هي الأوبجكت والسيركل هي الكلاس. خلينا فاهمين الحتة دي. الفاريبل إن من نوع الكلاس اسمه أوبجكت. أوكي؟ بص دي أنا كتبتها لك هنا. All user defined classes are essentially a pointer. طب انت لما تعرف pointer جديد بدون ما تحط فيه initial value بيبقى فيه ايه؟ الايام السي عرفت pointer؟ بيبقى فيه null. فيه null. ده اللي انا عايزك تعرفه. ايه دلوقتي اللي هو الكلاس اللي انت الاوبجكت انت عرفتها دي ايه؟ جواها null. جواها دي pointer يا باشا. ده null. يعني ايه نل؟ يعني ما فيهوش حاجه. لو حاولت تستخدمها دلوقتي هيطلع لك ايرور. تعالى بص اهو a dot radius تساوي 90. That's an error. شايف طلع لك ايرور. Unassigned use of unassigned local variable a. Unassigned يعني ال a دي لسه ما حجزتلهاش مكان في الذاكره. لو انت عملت كده وعملت run لو compiled اساسا هيطلع لك ران تايم ايرور اللي هو النال بوينتر ريفرنس كانت موجوده عندك قبل كده. طيب بتعمل ايه لما تبقى عندك بوينتر وعايز تستخدمها؟ كنت بتحجز لها مكان في الميموري. كنا بنحجز مكان في الميموري في السي باستخدام ايه؟ فانكشن اسمها ايه؟ مالوك. مالوك اللي هو ميموري الوكيت. مالوك ام يعني ميموري، الوك الوكيت، ميموري الوكيت. مالوك اللي يناظر مالوك في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج لانجويجز كلها تقريبا فانكشن اسمها نيو. فانت عشان تحجز مكان للفاريبل اللي اسمه ايه في الذاكره هتقول ايه تساوي بدل ما تكتب معلق تكتب نيو وقصاد نيو بتكتب نوعها هي سيركل وتقفل البراكتس كده. بص هنا this reserves a location for a in memory. ودلوقتي ممكن تستخدمها حتى دي مهمه قوي. انا نوهت عليها وانا بتكلم على الاري عشان هتشوف هتفرق معايا جامد وانا بتعامل مع الاري. في ناس تتلخبط فيها بس ان شاء الله انتوا دفعه كويسه. انا شايف انتوا معايا ماشيين بيرفكت فبالتالي ان شاء الله مش هيبقى فيها مشكله. فاذا بعد لما بتعرف الفيربل بتاعك من نوع كلاس اللي هو الاوبجكت بتاعك، الاوبجكت بتاعك ده بوينتر يا باشا. بوينتر يعني ايه؟ يعني جواه نل. طول ما انت لسه ما عملتلوش الوكيشن، طول ما انت لسه ما حجزتلوش مكان في الذاكره هو هيفضل نل. لازم قبل لما تستخدمه تعمل له نيو. اول لما تعمل له نيو انت حجزت له مكان في الذاكره وانت جاهز لاستخدامه. Do not forget this step. ما تنساش الستيب دي ابدا. طيب تعالى انا لو انت فاكر في الكود اللي انا كنت طالبه كنت قلت لك اول حاجه read the radius of a circle and calculate its area and perimeter. تعالى نعمل اول مثال ده. طيب دلوقتي اهو عندي سيركل هبتدي اقرا هقول له كونسول دوت رايت لاين اهو بليز انتر radius. اوكي اهي وبعدين هقراها. فكروني ازاي هقراها؟ لما تقراها تبقى نوعها ايه؟ تو دبل. هتبقى كونفرت تو دبل. هكونفرت تو دبل عشان لما اقراها يبقى نوعها ايه؟ بقراها بيبقى سترينج بس هقولها كده. فانا لازم احولها لدبل. طيب وهحطها في الراديوس هنكتب a dot radius. شايف؟ امكانيتي اكتب a dot radius فقط موجوده عشان radius الفيزيبيليتي بتاعتها ايه يا شباب؟ دبل. public. غير كده الحتة دي ما كانتش تشتغل. اوكي؟ او a dot radius تساوي double dot parse console dot readline.
اوكي دان كده انت قريت من اليوزر الراديوس هتبتدي تحسب الحاجه تطبعها على الشاشه انا هطبعها على طول مش هاكي مش هفضل احسبها في ستابس مستقل واقول له كونسول دوت رايت لاين the area طبعا كتبت رايت لاين غلط معلش the area is واحط الاريا زي بحط الاريا اعمل ايه على السترينج ده اعمل بلس بيرفكت ها اشوف الريديس الاريا بتاعتي هي الاي دوت A dot area. لاحظ ان انا بكتب A dot. طب ليه بكتب A dot? عشان هي الاريا اللي جوه A. او الراديوس اللي جوه A. فلازم تكتب A dot. برضو لاحظ حاجة تانية. ان لما كنت بتعامل مع variable انا بكتب اسمه على طول بس. لما بتعامل مع function بعد ما اكتب اسمه بحط وراها square bracket. Square brackets. Brackets هدي. Brackets دي اللي هي موجودة هنا دي. اللي هي تتعلم عليها دلوقتي بالأورنج. هي اللي بتقول للcompiler ان دي function. مش variable. Plus. And the perimeter is plus a dot perimeter brackets. وفي النهاية خالص أحط السيميكولن تاتي وأدي الكود بتاعي انتهى. شفتوه يا جماعة؟ أهو. The area is plus area and the perimeter is plus perimeter. Done. We have finished our code. على فكرة ده زي C لما كنت بتخلص البروجرام عشان تشوف الشاشة السوداء بتاعتك ما تقفلش كنت بتكتب جاتش هستأذنك هنا هنعمل نفس الحركة بس هي مش اسمها جاتش أنا هكتب console dot read key okay ده هيفضل مستني لغاية لما تدوس على الزرار عشان الشاشة اللي هو الكونسول يعني ما تقفلش يعني وأنت شغال في حد عنده اي اعتراض اللي انا قلته لغايه دلوقتي؟ لا تمام بيرفكت. Let's go to this next step. What is the next step? هعمل two circles وcalculate both their area and perimeters. Okay, to save time هعمل copy paste كتير هنا. بس تعالوا نشوف الدنيا دي شكلها ايه. عشان اوريك ان you can declare variables في اي مكان هديكلير two new circles هنا. اهو circle x وy. Are of the two circles, they're both null. طبعا هي مش x dot y, هي x comma y. My apologies. بعد كده اقول له x يساوي new circle. y يساوي new circle. كده هجسد لهم مكان. عايز اقول لك حاجه انا ما قلتهاش قبل كده وانا بشرح هقولها لك دلوقتي. شايف new circle دي؟ كلمه new circle دي؟ واحنا عرفنا اكس قبل كده احنا عرفنا اكس قبل كده صح؟ عرفنا اكس كانتجر هنا معلش تعالى نعرف ده مثلا زد سوري شايف النيو سيركل كلمه سيركل دي اللي وراها براكتس اللي كانها فانكشن دي شايفها دي اسمها كونستراكتور is a constructor More about this later. بس خليك فاكر ان ده constructor. اسم الكلاس ويبقى وراه brackets زي كده circle وراها brackets ده constructor. خليك فاكر الكلمه دي تاني مش تبقى المحاضره الجايه هقول لك يعني ايه constructor وهنلعب بconstructor لعبه صغيره مش صعبه بس يعني نبقى فاهمين ايه الاوبشنز كلها الموجوده بالنسبه للconstructors الموجوده عندي. طيب اهو انا عرفت السيركل بتاعتي او عرفت تو سيركلز عملت لهم allocation هبتدي اقرا الradius هستاذنك عشان ما اضيعش وقت انا هحسبها اوتوماتيكلي او يعني هكتبها قصدي هثبتها z dot radius زي مثلا 9 ومثلا y dot radius زي مثلا 7 بكتبها على طول عشان اخلص نفسي وبعد كده اقول له calculate the area اوكي write a dot area و b dot area حد او z dot area و y dot area حد عنده مشكله في دي؟ تمام حلو قوي انا عايز بس حاجه واحده ممكن هنا نوضحها هعمل انوتيت وبعد كده امسحها درو عايزك تبقى عارف كويس قوي ان لما انت عملت كده
ده وده مختلفين. يعني انت عندك دلوقتي variable اسمه z و variable تاني اهو اسمه y. ده جواه radius بتاعه وده جواه ايه؟ ها الradius بتاعه. دول مختلفين for some reason. انا بقالي دلوقتي تالي I think سنتين او اكتر ما درستش الكورس ده, بس for some reason sometimes the students can تفتكر ان الradius ده هو الradius ده. لا, دول حاجتين مختلفين ليهم two different locations in memory. ده واحد وده واحد تاني. فانت لو غيرت ده مش هيتغير. مين كان سأل عن الستاتيك والديناميك؟ حد سأل الستاتيك والديناميك؟ انا بيرفكت. هقول حاجه بسرعه بس يعني مش لو مش واضحه قوي مش هدخل في تفاصيلها قوي. يعني الديناميك هيبقى عندك نسخه من الريديس في الزد ونسخه في الريديس فين في الواي. عارف لو كنت عملته ستاتيك كان هيبقى فيه ايه؟ ان هيبقى فيه نسخه واحده اسمها ايه؟ ريديس. الزد والواي ده لو كان ستاتيك الاثنين كانوا هيشاوروا عليها. فلو اي تغيير حصل هنا التغيير هيتشاف في الاثنين. لو حطيت هنا 8 ده يشوف 8 وده يشوف 8. لو حطيت هنا 7 ده يشوف 7 وده يشوف 7. بيشوفوا نفس الفاريبل ده لو كان ستاتيك. تمام. اوكي. لكن لما يكون دايناميك لا, كل اوبجكت من الاوبجكتس بتاعتي كل فاريبل من الفاريبلز انت عرفتها ليها الريديس بتاعتها المستقل. اوكي يا جماعه ولا فيها حاجه دي؟ لا تمام. هلا هعمل كلير ونقفل الانوتيشن نكمل الكود بتاعنا. طيب خلاص خلصنا من الحته دي بالتالي برضو وبالتالي كده مفهومه. ندخل في الحاجه اللي انا كنت بحضر لها من بدايه المحاضره. انا جيت قلت لك هاو تو ديكلير ان اري ان سي شارب. انا بدات بدي. طب انت كنت يمكن تسال نفسك ليه يا عم احنا قلنا الاري قبل كده, وبعد كده قلت لك ان كل كلاسز ار بوينترز. كنت بحضر اللي انا هقوله دلوقتي عشان اخر جزء من المساله بتاعتي واخر جزء من الاكزامبل بنتكلم عليه هو read info of 10 circles and calculate the average area mass. Average area. نحسب average area. طيب. ده معناه إن أنا هعرف area of circles. طيب area of circles إحنا عارفين نعملها. أو بكتب كده وحط square brackets هنا. وحط هنا مثلا my ARR. صح؟ حد عنده اعتراض في دي؟ تمام. حلو قوي. طيب بعد كده عشان احجز اماكن للاري بتاعتي كنت بعمل اسم الاري بتساوي نيو التايب وعددهم. لو انت عايز 10 سيركلز كنت هتعملها ازاي؟ هتقول my arr تساوي نيو a circle perfect 10. عايزك بقى تركز معايا في الحته اللي جايه دي. انت عرفت كده كانك بالظبط عرفت 10 سيركلز. يعني كأنك عملت circle my array 1, circle my array 2, circle my array 3 10 مرات بالظبط كأنك عملت كده. انت لما بتيجي بتعرف variable من نوع class يبقى فيه ايه في الاول يا باشا؟ تاني كده اللي انت عملته ده is exactly equivalent to this is equivalent to كده. اوكي. سيركل X Y Z W F G H 10 مرات. صح؟ حد لو انت كنت عملت كده كان كل واحده من الفاريبلز دول هيبقى فيها ايه؟ فيها كل حاجه بتاعت الكلاس. طبعا هو متعرف كل حاجه في الكلاس, بس لو انت لما تعرفها كده هي اصلا الفاريبل او الاوبجكت من الاوبجكت لما بيتعرف هو اسينشلي ايه؟ هو نوع ايه؟ او الشكل بتاعه ايه؟ الاوبجكت يبقى ايه؟ بوينتر. بوينتر. يعني يا باشا انت عرفت هنا 10 بوينترز, صح ولا انا غلطان؟ تمام. طيب كل بوينتر من البوينترز اول لما اعرفه بيبقى فيه ايه؟ نل. يعني انت عندك 10 نلز حاول تستخدمهم بقى دلوقتي هيطلع لك ايرور عشان انت عندك ايه؟ 10 نلز. طب عشان استخدمهم اعمل ايه؟
هتمشي عليهم واحدة واحدة وتحجز لها مكان في الذاكرة. ايه الفانكشن بتحجز مكان في الذاكرة عندنا هنا؟ نيو. يبقى انت هتمشي واحدة واحدة وتعمل برافو عليك، هتمشي واحدة واحدة وتعمل نيو اللي هي ما يكافئ ملك. هي دي حتى المهمة في اليوزر ديفايند اري. انت لو لاحظت هنا في في الاري الأدية بعد ما قلت اكس تساوي نيو انت 10 بستخدمها على طول، بستخدمها على طول، ده البيلت ان. اوكي او ده بيلت ان، بيلت ان الحاجة البيلت ان انا خرجتها، البيلت ان حاجات البيلت ان انت بتعرفها تخليها نيو قشطه اشتغل. ده ينفع على دبل، ينفع على انت، ينفع على كاركتر، كل الحاجات البيلت ان. لكن اي حاجه انت عرفت لها كلاس، لا يا باشا انت لو استخدمتها كده انت عندك 10 نالز. You actually have physically 10 nulls. بص my array of 0 dot radius تساوي 9. Okay? This is an error. هو مش مطلقها لك دلوقتي، بس if you compile this, this is an error. Because my array of 0 فيها ايه يا جماعة؟ Null. Perfect. طب انت المفروض تعمل ايه؟ معلش انا بشرب وانا بشرح لكم. نعمل فور لوب، فور انت اي صح. انا ما اديتكمش الفور والوايل والكلام ده عشان انتوا عارفينها، ها، وطلبت من المعيد في السكشن باشمهندس اسلام ادالكم عشان انتوا عارفينها، يعني انا مش شايف ان دي حاجه جديده. لو حد عنده اي مشكله فيها قولوا لي. هو المفروض اديلكم الوايل والاف والكيس والكلام ده في ضمنيا في برامج، يعني هو يدي لك البرنامج ويستخدم الحاجات دي كلها شبه السي بالظبط، ما عدا حاجه واحده بس، حاجه اسمها فور ايتش. هتديني فرصة في الفور إيتش دي هلعب بيها شوية بس مش دلوقتي. وأنا بقول لك إيه، ما تيجي نعملها دلوقتي ونخلص، يلا عشان تبقى الحاجة معروفة من دلوقتي. طيب هتعمل إيه هنا؟ أهو فور لوب أمشي عليها بالكونستراكتور كل مرة. برافو عليك. هتقول له my ARR of I تساوي new circle. Done. Now you're ready to use it. Now it has it's been allocated. Before this step, it is not allocated. كلها null. You cannot use it before the step. ده كان اللي أنا كنت عايز أوصله من بداية المحاضرة لما حضرت نفسي how to declare an array in C sharp blah 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 blah. أنا عايز أوصل لحتة دي. Okay? This is very important. طب تعالوا أوريك الفور إيتش. الفور إيتش حلو قوي يا جماعة. برضه نعمل annotation معلش. همسحها كمان شوية. في السي شارب بنعتبر اي حاجه فيها كذا قيمه، اي حاجه فيها كذا قيمه بتحط مع بعض بنسميها كونتينر. كونتينر اديني مثال لحاجه بتبقى فيها كذا قيمه. variable type بيبقى فيه كذا value. Come on, guys. Array, مثلا. Array. Array is a container. إيه تاني؟ Data structure. ها؟ قول. أنت قلت حاجة حلوة. Struct. Struct. Okay. But struct is just one variable. One value. صح؟ List. List. Great. Okay. Queue. Stack. Stack. خلاص كده ابتديت اكتب على التكست كله ده كونتينر. وبدال ما تستخدم الفور السي شارب عامل طريقه جميله للكونتينر. خلي بالك الكونتينر مش بس دي، انت عارف لما نشتغل بعد كده في الجي او اي بعد كده تلاقي نفسك بتعمل حاجه في الجي او اي، بتعمل تكست بوكسز وبوتنز وده الانترفيس بتاعك. ده الانترفيس ده مش سمايلي فيس، ده تكست والكلام ده. اوكي شايف دي، شايف الفورم دي، الفورم اللي هي بره دي، الفورم دي مش جواها كذا حاجه من جوه، بيعتبرها برضو كونتينر. واللي انا بقوله لك دلوقتي هنطبق عليها برضو لما نوصل لويندوز ابلكيشن. طب انا اقول لك ايه، ايه اللي انا اقوله لك؟ ان سي شارب عامل حاجه حلوه قوي تخليني امشي على كل الاليمنتس بتاعت الكونتينرز دول بدون ما استخدم فور. طب ايه هي؟ اسمها فور ايتش. بتكتب فور ايتش، تفتح براكت، تكتب نوع القيمة الواحدة اللي في الاري، الاري دي اللي هي ماي ار ار، القيمة الواحدة بتاعتها نوعها ايه؟ ها؟ دبل. دبل. تكتب دبل عشان تعرف ده العداد بتاعك، ده البوينتر اللي عدي عليهم خانة خانة.
بعدين بتدي له اسم. الاسم ده بس مسمى بس عشان تعرف تاخد الخانات، ممكن تسميها اي حاجة. هستأذنك هسميها W. اهو ده اسم الحاجة بتاعتي. يعني كل مرة وانا واقف، ادي الاري، كل مرة وانا واقف على خانة اسم المؤشر اللي واقف على الخانة دي هيبقى W. ده معنى ان انت بتكتب هنا W. اوكي طيب، بعد كده بتكتب ال for each دي تشتغل جوه ايه. هكتب in جوه. اوكي وبعد كده بكتب اسم الكونتينر. هنا الكونتينر بتاعي اسمه ايه؟ my array. my array هتقول له in my array. بس كده، وده جوه اللوب ده في كل لفه منها W هتبقى واقف على خانه من الخانات. مفهومه دي ولا لا؟ تمام. دي الحاجه الوحيده المختلفه في سي شارب في الايتريشن. مش كده قلت لك كله الوايل كنت خدته قبل كده؟ مفيش غير الفور ايتش. طب بقول لك ايه، تعالى نكتبها برده عشان برده تبقى واضحه في الكود. انا رسمت رسم، تعالى نكتبها في الكود. جماعه انتوا لو مش شايفين الرسم ده قولوا لي. ام تيستينج ذا نيو سيت اب، اشتريت تابلت جديد في البيت غير التابلت اللي في المكتب بتاعي، فام تيستينج السيت اب. لو في حاجه مش واضحه في الكلام، الفونت مش باين، وات ايفر، قولوا لي نصلحها. اوكي يلا بينا. اكلير اول درويز. الدكتور فور اتش زي البايثون كده بالظبط. فور يا it's almost exactly the same as the motif python. It's an iterator. اوكي تمام. iterator. This is an iterator. اهو بص، فور اتش بص دبل اي حاجه انا سميتها W in my rr اهي. مالو زعلان لي؟ عشان كنت my rr مش double. my rr نوعها ايه؟ the object. object circle. نكتب هنا circle. my apologies. اوكي؟ ده ال error اللي كان موجود يعني. طيب هتيجي هنا تقول له for each circle W in my r، ده كل دايرة موجودة في my rr اسمها W. W تساوي new circle. طب ايه رايك؟ مش احسن من الفور؟ شكلها احسن من الفور؟ صدق ان هو المشكله بتاعته هنا ان هو مش عايزني استخدمها في النيو. هو فور ايتش بيشتغل على حاجه اوريدي عملت لها نيو. طيب اهو فور ايتش كده W dot radius ما تعملهاش في النيو يا باشا. اوكي هو معترض ان هو فور ايتش هو سوري في الفور ايتش هو معتبر مش عارف اتكلم. في الفور ايتش هو معتبر ان الاري دي اوريدي فيها قيم allocated. اوكي بص بقى اكتبها هنا in the for each it is considered that each element is already allocated. ده معناها ما تعملش فيها نيو. الاول هتالوكيت بالفور العاديه، بعدين لما عايز تمشي على الاليمنتس اللي موجود عندك ممكن تستخدم فور ايتش. معلش الديستنكشن ده مهم، فاهمينه ولا لا؟ تمام يا دكتور. بيرفكت يبقى وي كان اونلي يوز فور ايتش افتر الوكيتنج. يو كان نوت يوز ات تو الوكيت، بس افتر الوكيتنج يو كان يوز ات. عشان طبيعه الفور ايتش، الفور ايتش عامل بوينتر، فالبوينتر نفسه لازم يشاور على حاجه، ما ينفعش البوينتر يشاور على النل. يبقى عندك بوينتر بتشاور على النل، يبقى البوينتر اصلا النل ما ينفعش تستخدمه. اوكي؟ ففي الفور ايتش لازم تكون الوكيتد الاول قبل ما تستخدم الفور ايتش نفسها. بس الفور ايتش ممكن تستخدمها على اري، ستاك، لينك ليست، تري، الجرافيكال يوزر انترفيس، اي حاجه تعتبر كونتينر في سي شارب. مفهومه دي يا جماعه ولا لا؟ جود. تمام. فيري جود. طيب حاسسني انا هخليها دلوقتي 9 وهبتدي احسب. ان كان مساله فاتت كنت عايز احسب الافرج اريا، هخليها 9. طبعا الصح ان انت تخلي يوزر يدخل كل حاجه. I don't have time for this. اوكي انا فهخليها 9. وانا بقول لك ايه، انا مش برن البروجرام، انا هكتبها صح عشان تبقوا شايفينها. بتساوي double dot parse. هحاول بعد كده، معلش انا I still haven't set it up. انا كل البروجرامز اللي بكتبها each time هعملها لك شير في دروب بوكس، واعمل لك شير لللينك عشان تبقى عندك اكسس لكل البرامج بتاعتنا.
وكمان هعمل لك شير للنوتس اللي انا بكتبها دي اللي هي التكست اللي انا بكتبها. طيب console.writeline console.readline انا اسف. يبقى انا كده قريتها. انا عايز اجمع احسب الافرج فلازم يكون عندي دبل هنا سم و سوي زيرو. اوكي فاقول له هنا سم بلس تساوي w dot area. حد عنده اعتراض؟ حلو. فاقول له بعد كده في الاخر console.writeline احسب الافرج. اقول له ايه بقى يا شباب؟ هكتب على طول القيمه مش هكتب تكست. اهو افرج اهو عشان ما حدش يزعل. تساوي اعمل ايه بقى؟ قولوا لي اكتب ايه؟ sum over 10. sum over 10. Okay, done. And we have our code ready to execute. Can I give a length of the array? Of course you can. Aho, boss. باشمهندس بيقول لي انت مش لازم تثبتها, انت ممكن تجيبها كفاريبل. ما هي دي بقى الميزه بتاعه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. كل حاجه كلاس, ما دام كل حاجه كلاس كل حاجه فيها الفاريبلز او الحاجات اللي بتعملها ديسكريبشن بتوصفها. ما زي الطالب عنده اي دي ونيم, الاري عندها لينث, فانت ممكن تجيب اللينث على طول. تكتب my r dot length على ما انا فاكر اهي. انت جبت اللينث بتاعها وانت حسبتها كده في الكالكوليشن. شايف sum بتساوي my array length. جبت التول بتاعت ال array وقسمت sum عليه. You can do this because my rr is a class. ده variable جواه حاجات بتوصفه منها التول بتاعته. مفهومه دي يا شباب؟ Thank you محمد. Mine. Perfect. Thank you. Okay, في اي سؤال تاني هنا في الحته دي ولا لا؟ لا تمام يا دكتور. طيب very good. نطلع فوق سن. نطلع فوق سنة. فاكر وانا بتكلم معاك هنا قلت لك الحتة بتاعت public double radius دي انا بس هعملها دلوقتي كده. اوكي. When you do this, when you expose the radius, تخلي دلوقتي radius متشافة في المين بروجرام. انا عملت ايه لما عملت لها expose في المين بروجرام؟ انا استخدمتها صح؟ اهو قلت z.radius تساوي كام؟ 9. استخدمتها مباشرة عشان أنا شايفها. مين ممكن يتوقع إيه المشكلة اللي ممكن تيجي في حاجة زي كده؟ حد متوقع حاجة ولا أقول أنا؟ ممكن ألعب فيها في الستركشر بتاعها باشا. لو جه حد بعد كده, أنت بتحدث الكلاس بتاع السيركل بتاعك وجيت في الستركشر بتاع الريديوس ده وقررت بدل ما هي تبقى دبل انت هتكبر حجمها لديتا تايب جديد انا هخترعه دلوقتي معاك اسمه اكسترا اكسترا لونج دبل. حقك وكتبته. ايه اللي هيحصل للبرنامج اللي بيستخدمه كدبل؟ يبقى في مشكله. هي في مشكله, مش هيشتغل البروجرام, مش هيشتغل, هيبطل شغل. ليه هيبطل شغل؟ هو متوقع دبل, هو شايفها دبل. انت لما وريتها له كانت دبل, جيت انت غيرت فيها. لما انت غيرت فيها الدنيا باظت. طبعا المثال بيقول لك ده سخيف عشان نتكلم على الفاريبل سهل. تعالى ندي مثال اوقع من كده مور كومبليكيتد. اهو افترض انت بتكتب كود, الكود ده بيمثل طلبه في كلاس. اول مره وانت بتعمل الكود بتاعك انت عملت الطلبه الموجودين في كلاس في لينك ليست. اوكي اهو عملت الطلبه الموجودين في كلاس في لينك ليست. بتكتبوها ايه؟ LL صح؟ linked list. فالبرنامج المين بروجرام هو بيشتغل عليها اعتبرها linked list واشتغل عليها كlinked list صح؟ يعمل iterator ويمشي عليها بيستقر. ما هو شايفها واللينك ليست دي كانت public, هو شايفها انت وريتها له فهو هيستخدمها. جيت انت يا باشا وانت بتشتغل في البروجرام بتاعتك لقيت اغلبيه الناس اللي بتستخدم البروجرام بتاعك بتدور على طالب, تدخل تكتب الاي دي بتاعه وتدور عليه عشان تجيب بياناته وتطبع له بقى الترانسكريبت والكلام ده. هل اللينك ليست انسب داتا ستراكشر للسيرش؟ لا طبعا. لا طبعا اتس لينير. ده يعني لو عملته تبقى او ان, يعني انت بتدور في كلهم. في الورست كيس سيناريو انت بتدور او ان ده الكومبلكسيتي بتاعته, انت بتدور في كله. ايه انسب داتا ستراكشر للسيرش؟ الاري. لا لا يا باشا, لا يا باشا, لا يا باشا خالص. الاري از اكشلي ورس.
الا لو انت عملتها ديكشنري يعني بت بت الاندكس بتاع الاري تبقى الاي دي. لكن الاري العاديه لا ما تهتمش عليها كلها, ما الاري هي ليست. ايه انسب حاجه في السيرش تخليك تدور على حاجه بسرعه؟ دي داتا ستراكشرز. خدتوها المفروض مع باشمهندس نور واشرف تمام الترم اللي فات. اسرع حاجه السيرش بتقسم الحاجات اللي بتدور عليها بالنص في كل خطوه. الباينري سيرش باينري تري. تمام معنى الباينري تري. تمام ده الباينري تري. فانت دلوقتي هتغير الداتا ستراكشر بدل ما كانت لينك ليست هتخليها تري. طب ليه؟ تعال نشوف مع بعض. هو فكره الباينري تري انت بتدخل معاك الاي دي, هنا في اي دي, لو كان الاي دي اكبر من اللي هنا شفت كل ده ها اتشال وهتدور فين؟ في الرايت سايد. الرايت سايد. طب لو اكبر من هنا كل ده اتشال وصلت لها في خطوتين وصلت للالوين بتاعتك. دي الكومبلكسيتي بتاعها لو هتاخد ان شاء الله البروسيس اناليسيس لازم تاخدوها بليز. دي الكومبلكسيتي بتاعتها بنسميها log n log to the base 2 n. يعني ايه log to the base 2 n؟ يعني في كل خطوه انت بتقسم السيرش سبيس بتاعك بالنص. بس انت لو كنت كاتب الكود بتاعك باللينكد ليست وعملت اللينكد ليست بتاعتك public يبقى كل المين بروجرامز اللي شغاله فيها بتشتغل مع ايه؟ لينكد ليست. كاتبه الكود بتاع السيرش بتاع ايه؟ اللينكد ليست. هل الكود بتاع السيرش او طريقه التعامل مع اللينكد ليست هي نفس طريقه التعامل مع الباينري تري؟ لا طبعا. فانت لو حولتها لتري عشان تزود الافشنسي بتاع السيرش كل البرامج اللي كانت مكتوبه معتمده ان هي لينك ليست هتبوظ هتبطل شغل. ده في مشكله ولا مفهوم؟ تمام. طيب احلها ازاي؟ ايه رايك؟ بص انا نقول حلها ونقفل على كده, مش هدخل في يعني مش هدخل في التفاصيل قوي دلوقتي بس هحضر لكم الدنيا. بس ها حلها ازاي؟ اللي هيقول لي ياخد بلس 5 بلس 5 هكتب اسمك دلوقتي واديك بلس 5 ثاني كده يا دكتور. ثاني احل المشكله دي ازاي؟ ان انا ما اخليش البرنامج يعتمد على اللينك ليست, فبعد ما يعتمد على اللينك ليست يبوظ. ما هو اعتمد على اللينك ليست, فلما اعتمد على اللينك ليست كتب كود بيسيرش جوه اللينك ليست ده في المين بروجرام. جيت انت غيرت الداتا ستراكشر خليتها تري باظ كل الكود اللي انت الناس كتبته مبني على كلاس بتاعك باظ كله باظ. اعمل ايه عشان المشكله دي ما تحصلش؟ اللي هيقولها لي ياخد بلس 5. بقول لك ايه انا مجنون, اللي هيقولها لي هدي له بلس 10. يلا يا دكتور معلش ممكن تاني بس يعني ايه المشكله؟ المشكله انت لو بصيت في اللي انت شايفه قصادك دلوقتي لما بخلي الداتا تايب تايب بابليك, يعني خليت الداتا تايب تايب بابليك اهو شايف اللي هو اللينك ليست, المين بروجرام اللي بيستخدم الكلاس بتاعي, وخلي بالك اللي بيكتب المين بروجرام مش لازم اكون انا, انت ممكن تكتب الكلاس ده اللي فيه اللينك ليست وتبيعه, حد اشتراه وبيستخدمه كلايبرري عنده فكتب الكود بتاعه باعتماد ان الداتا ستراكشر دي لينك ليست فمش عليها next next. فاكر next to previous انتوا كنتوا بتعملوها في الترم اللي فات؟ اه تمام. مش عليها بالشكل ده. جيت انت بقى عشان تابجريد اللايبرري بتاعك وتخليها اسرع غيرت اللينك ليست بتاعك خليتها تري. كل البرامج اللي موجوده في السوق اللي كانت بتعتمد على اللايبرري بتاعتك اللي انت بعته لهم بفلوس ب 100,000 دولار مثلا كل البرامج دي هتبوظ. انت هتطلع الابديت بتاعك, اول لما تطلع الابديت بتاعك الناس في البيت هتعمل ابديت, اول لما تعمل ابديت تك كل البرامج هتبطل تشتغل. ليه؟ عشان هي معتمده ان الفاريبل ده لينك ليست وانت غيرته. احلها ازاي؟ ازاي ما اعملش المشكله دي وفي نفس الوقت اقدر استخدم الداتا ستراكشر ده؟ انا عايز استخدم الداتا ستراكشر كتري ولا لينك ليست؟ انا عايز استخدم الداتا ستراكشر. شوف الحته اللي بقولها دي بغض النظر هي ايه؟ اعمل ايه بقى؟ اه يا دكتور مش ممكن استعمل الستاك؟ ستاك لينك ليست تري بطيخ. شفت انا بقول لك ايه؟ عايز اقدر استخدم الداتا ستراكشر بغض النظر هي ايه؟ ايه اللي عامله في البروجرام بتاعي؟ ايه اللي عامله في الكلاس بتاعي ده اللي فوق
عشان لما اجي اخلي اليوزر يستخدمه هو مش هيهمه انا معرفها ازاي. البرنامج بتاعه هيكمل شغل، هيشتغل فور ايفر، حتى لو انت حولتها لبطيخ داتا ستراكشر هيشتغل. اعمل ايه فور 10 ماركس؟ خليها برايفت ولا ده جزء منها بس هي مش دي عليها 10 ماركس؟ هتخليها برايفت طبعا، عشان اول لما خليتها برايفت انت كده خليت اليوزر ما يعرفش هي شكلها ايه، ها لينك ليست ولا تري ولا ستاك. ماشي، خليها دايناميك ميموري اليكيت. لا، ما هو دايناميك ميموري اليكيشن دي حاجه تانية، انت اول لما خليتها برايفت هو ما شافهاش. انا متفق معاك وانت متفق عبد الفتاح، انا كلنا متفقين خليتها برايفت المين بروجرام ما شافهاش، حلو، بس ده جزء من السولوشن. طب ايه الجزء التاني؟ طب اليوزر هيستخدمها ازاي هو مش شايفها؟ استخدمها ازاي؟ اعمل ايه؟ كمل الصوره عشان تاخد ال 10 ماركس. اول جزء اعمل حاجه انها لست منها. نو نو نو، اول حاجه انت قلتها صح عبد الفتاح، خليها برايفت. خليها برايفت، وبعدين اعمل ايه؟ ممكن اعمل بوينتر تاني يكون بيشاور عليها وبحطه في المين، هيوصلك ليها برضو. كل لما انت تعمل بوينتر يوديك على الداتا ستراكشر يبقى انت توصل لها برضو. انا مش عايزك توصل للداتا ستراكشر اصلا، اعمل ايه واستخدمها؟ يعني دي حتى المهمه، وصلهاش بس استخدمها. انا بحاول اعمل اوبتمايزيشن، وبعمل ايه بالظبط؟ We're not optimizing, yes, because optimizing is to make the code more efficient, which you would, in all cases, you will do this. But the point is, I want my main program to be independent. في الكلمة اللي بقولها، عايز المين بروجرام تاعي يبقى independent من طريقة تعريف ال variables جوه الكلاسز اللي بيستخدمها المين بروجرام. Such that لو اتغيرت طريقة تعريف ال variables دي، المين بروجرام يكمل شغل بدون مشكلة. فاهمين انا عايز ايه ولا لا؟ تمام. طيب ممكن يا دكتور جوه الكلاس مثلا اعرف الداتا ستراكشر بتاعي، بس انا اعرف اللينك ليست واعرف مثلا التري. اثنين، هتعرف الاثنين مثلا فور اكزامبل. يعني اوكي، I get your point يعني، بس it's too much. I just want to define one data structure. والجزء الاولاني بتاع الصوره ان الداتا ستراكشر ده زي ما عبد الفتاح قال هيبقى برايفت. انا اول لما اخليه برايفت انا كده خليت المين بروجرام ما يشوفوش. لما شافوش ما اعتمدش على ايه؟ على نوعه، ما اعتمدش ان هو لينك ليست، ما اعتمدش ان هو تري، هو مش عارفه. فده فصلت اول فصله. ايه بقى الحاجه الثانيه اللي عملتها؟ 10 ماركس. طب ايه ناقصني يا جماعه؟ ناقصني ان انا اتعامل مع الداتا ستراكشر ده، صح؟ صح ولا انا غلطان؟ انا المفروض اعمل فاريبل بيشاور على البرايفت او بينهارت الصفات بتاعه البرايفت. ما انت لو عملت فاريبل تاني وخليته يطلع يبص على البرايفت، وبعد كده خدت الفاريبل ده وبصيت عليه من مين بروجرام، الفاريبل ده هيوصلني للبرايفت. مش هيبقى فيه فاريبلز تانيه، هيبقى فيه حاجه تانيه بس مش فاريبلز. ادي هنت واقلل من 10 خليها 5. اوكي، هنت وهنقلل الحاجه من 10 نخليها 5. هو انا محتاج اعمل ايه في اللينك ليست ده لو كان بيمثل الطلبه؟ محتاج اعمل ايه؟ حط فيه نوع الحاجات اللي بيشيلها، حط فيه الحاجه اللي بيشيلها، اطلع منها حاجه بيشيلها، ادور على حاجه فيها، صح؟ تمام. دول كلهم ايه؟ ميثودز. كمل بقى انت القصة وانا هسكت دلوقتي. اعمل ايه؟ ممكن اعمل ميثودز مثلا، يعني تعمل بوب. تمام، تعمل ميثودز، تعمل بوب مثلا، يعني تو ريتريف او تو سيرش. تمام، او تو اد، صح؟ بالظبط. والميثودز دي تبقى نوعها ايه؟ public ولا private؟ دي هتبقى public عشان الناس كلها شايفاها. تمام. فاريبل يبقى ايه؟ برايفت. والتزم، بص انت، انا هدي الدرجه لعبد الفتاح ومحمد فوزي. محمد فوزي صح ولا انا غلطان؟ محمد اشرف فوزي. اوكي، استني بس اكتبها عشان ما انساش. اوكي،
عشان كل حد منكم قال لي جزء من الـ من الـ من الـ من الـ من ستوري يعني. اهو بونسز سي سي CC 319 bonus. عبد الفتاح. Plus 5. محمد أشرف. Plus 5. اوكي. تعالوا أقولها لكم أنا بقى. بصوا الشباب، أنتوا قلتوا already جزء كبير من الحاجة. هتخلي الـ variable بتاعك private. خلي الفاريبل بتاعك private. اهو clear all drawings، اطلع فوق نشيل دي، اطلع فوق. اوكي هتخلي الفاريبل بتاعك ده private. اوكي وبعدين هتشوف هكتبها هنا احسن. make the variable private so that nobody outside the class can see it. So that they do not depend on its structure. عشان if they depend on their structure, على structure بتاعه, وانا غيرت ال structure, I will break their program. هكسر البرنامج, هبوظه لهم. انا بخليها برايفت عشان ما حدش يشوف الستراكشر بتاعه. طيب بعد كده اعمل ايه؟ ديزاين ا سيت اوف بابليك فانكشنز ذات بيرفورم ذا ديزايرد اوبريشن اون ذا داتا ستراكشر اور ذا فاريبل يعني خليها فاريبل without exposing its nature to the main program. يبقى هتكتب مجموعة functions تتعامل تعمل operation انت عايزه على ال variable بدون ما توري طبيعة ال variable ده. ال variable ده مش هيعرف تبعته. بص دي and keep this or these functions constant even after changing the variable. هديك مثال دلوقتي بسرعة واقفل على كده. الأسبوع الجاي هنطبقها مع بعض، بس هدي لك مثال بسرعة عشان بس تبقى فاهم أنا بقول إيه. Changing its structure. يعني for example هتبقى عندك function اسمها void add student مثلا. إيه الإنبوت اللي بيدخل لـ add student؟ شباب ايه الانبوت اللي بيدخل لاد ستودنت؟ انا بضيف طالب، يبقى ايه اللي ادخله عشان اضيفه؟ نيم اي دي. تمام، هدخل ستودنت ماشي، وجوه الكود هنا رايت كود تو اد ذا ستودنت اي to the data structure. ثانية واحدة يا شباب، ثانية واحدة أجيبكم، معلش اديني ثانية.
الابعاد اذن الشباب معلش سوري كان emergency لازم كنت اشوف الحاجه انتوا معايا اوكي نخلص ثانك يو نخلص الحاجه دي بسرعه عشان لو حد عنده محاضره ولا حاجه منكم بكتب كود عشان يضيف الستودنت للداتا ستراكشر بغض النظر الداتا ستراكشر دي شكلها ايه يعني بص هنا هشاور على دي هعمل لها هايلايت ده public ده هيبقى public الحته دي هل في اي حاجه في اللي انا عملت له هايلايت ده public يدل على نوع الداتا ستراكشر اللي هتحط فيه الستودنت هنا في public void add student student a في اي حاجه هنا بتقول الستودنت ده هيتحط في لينك ليست ولا ستاك ولا كيو ولا تري لا فانا لما اكسبوز الفانكشن دي للمين بروجرام المين بروجرام هيعتمد عليها بدون ما يعرف ها نوع برافو عليك وجوه بقى الكود بتاعك انت لو بتستخدم هنا تري يعني تعمل insert into tree لو بتعمل list تعمل insert into list وهكذا طبعا الكلام ده هتعمله على كل الفانكشنز انا كتبت لك هنا مثال واحد بس اللي هو add student ممكن تعمل public int search student او search for student وده تدخله مثلا int id او string id اي حاجه برضه انت لو بصيت على الانترفيس الانترفيس اللي هو الشكل الاسم الفاريبل اسم الفانكشن بتاع كده مفيش حاجه تدل انت هتسيرش في ايه انت هنا سيرش in any data structure فاللي انت بتخليه public الحاجه اللي انت بتخليها public اللي بتعملها expose لليوزر ما تدلش على نوع الفاريبل اللي موجود عندي اوكي such that لو غيرت الفاريبل بتاعي مفيش مشكله بس انا ملتزم قصاد الناس اللي بيستخدموا اللايبرري بتاعتي ان عمري ما هغير اسم الفانكشن دي شايف دي عمري ما اسمها ولا البارامترز بتاعتها تتغير تفضل ثابته اغير زي ما انا عايز في الداتا ستراكشر بس دي ما تتغيرش طيب ليه دي ما تتغيرش عشان دي ايه يا باشا public طول ما انت خليت حاجه public انت عملت عقد بينك وبين مستخدمين الكلاسز بتوعك ان انت مش هتغيرها عشان تغييرها هيبريك هيكسر البرامج بتاعتهم المعتمده على البابليك انترفيس بتاعك مفهومه دي ولا لا يا شباب تمام اوكي تمام فيري جود ايم سوري فور ذا رش دي هندخل عليها بالتفاصيل الاسبوع الجاي وهدي لك مثال شايف اللي احنا بنكتبه هنا ده البابليك انترفيس ده بنسميهم اكسسورز ميل يعني هما حاجات تانية بالضافة الاكسسوارز هوريهم لكم هوريها لكم والفكرة دي كلها على بعضها اسمها data encapsulation برافو عليك data encapsulation بحط الداتا في كبسولة كبسولة مقفولة عليها ما حدش يشوفها ده الفاريبلز طب ايه اللي هيشوفه الفانكشنز او الانترفيس الاكسسوارز اللي انا بتحاله يستخدمها اللي هي public بدون ما اوريه اللي جوه الداتا بتاعتي عشان احنا شفنا الخطر انت لو وريت له الداتا هيعتمد عليها ولو اعتمد عليها وانت جيت غيرت الديفينيشن بتاعتها كل البرامج اللي اشترت منك اللايبرري بتاعتك هتبوظ فبقى انا بديها لك كمثال اجريسيف ان الناس اللي اشترت منك لكن انت نفسك ممكن تكتب برنامج انت نفسك تكتب برنامج يعتمد على الداتا ستراكشر بتاعك بعد كده لما تطورها هتضطر تدخل البرنامج كله تغيره من اوله لاخره عشان يشتغل على الجديد لكن لو كنت عملت داتا انكابسوليشن كنت بس هتغير جوه الكلاس وخلاص انتهت على كده بقيت البرامج تشتغل عادي بدون ما يحصل اي حاجه اوكي very good thank you for the lecture وانا اسف على ال two disturbances اللي حصلت النهارده نتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي وهعمل لكم ابلود الفيديو ده دلوقتي حالا ان شاء الله في اي سؤال قبل ما اخلص هو انا ممكن بس دكتور تبعت الكود اوف كورس هبعت لك الكود وهبعت لك النوتس دي اللي انا كاتبها دلوقتي برده اوكي معلش كنت لسه بسطت فانا كنت مش هدرس الماده دي الترم ده لغايه اخر لحظه بس حصل التغيير في الجداول فاضطريت ادرسها فما سطبتش السيت اب ده هسطبه لكم هبعته لكم ان شاء الله النهارده او بكره ماكس شكرا شكرا
شكرا يا جماعه، اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا شكرا. مع السلامه. مع السلامه.